وانا هنا الكلمه اللي كنت عايز اقولها يعني راحت مني، بقول لكم هنا ما بقاش موضوع استثمار، هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومه مش استثمار. ده بقى يا جماعه محافظه على حاله الاستقرار في البلد. هنا حاله ايه؟ استقرار. اه طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعوا تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، انا بحلف بالله، ودي 10 أو 20 مره اقولها، والله العظيم لما بتكلم على حاله رضا مجتمعي وحاله استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم انا ربنا اللي مطلع بقى اذا كنت بتكلم من جوه ولا اي حاجه. لا انا بتكلم على حياه 100 مليون. لو حصل امر والناس ما بقتش راضيه، انت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش. ما تقال يا دكتور مصطفى؟ ما تناموش. منظمات المجتمع المدني تنام؟ مش دوركم حمايه الناس؟ لا ده الموضوع اكبر من كده. لان الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد ايه امتى، ما كانش نبقى احنا موجودين وموجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما امكن، احنا هنبقى عملنا. لان الموضوع ضاغط، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجه. ها، وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الان. اه بشكرهم وارجو ان احنا يعني نحييهم كلنا. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني ما تقلقش على القمح، في معانا 6 شهور. انا بشكر كده، لكن بشكر ايضا وبقول لا، لو في فرصه ان مزيد من التوزيع من التسليم للقمح بدل ما يبقوا 6 لغايه دلوقتي 6 يبقوا 9 يبقوا 10. خلونا ما نعرفش الدنيا يعني راحة فين، والموضوع اللي احنا فيه ده هيستمر قد ايه.